كان في مرة راجل عنده مزرعة بط ووز وفراخ، في وزة منهم باضت بطين بعد كده ماتت. الراجل راح واخد البطين بتوعها وراح لفرخة من الفراخ اللي عنده علشان ترقد عليها مع البيض بتاعها. بعد فترة البيض فقس والوز اتولد وكبر مع الكتاكيت بتوع الفرخ. وفي يوم من الأيام راحوا قدام حوض مية، قام الوزدتين راحوا نطوا على طول في المية وفضلوا يعوموا ويلعبوا مع انهم ولا عاموا قبل كده ولا تعلموا العوم ولا شافوا المية اصلا. قام صاحب المزرعة بصلهم كده وقال ابن الوز عوام. Thank you.